سيدنا محمد إن شاء الله راح نفتح أو نفك أسرار الأهرامات وطريقة صنعها من القرآن. باحثون فرنسيون وأمريكيون يؤكدون أن الأحجار الضخمة التي استخدمتها الفراعنة لبناء الأهرامات هي مجرد طين تم تسخينه بدرجة حرارة عالية. هذا ما تحدث عنه القرآن بدقة تامة في قوله تعالى على لسان فرعون. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم على لسان فرعون: فأوقد لي حمان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع على إله موسى وأني لأظنه من الكاذبين. سورة القصص آية 38. ويؤكد هذه الحقيقة كبار العلماء في أمريكا وفرنسا. قد تم عرض صورة المجهر الإلكتروني لعينات من حجار الأهرامات، وجاءت الإثباتات العلمية على أن بناء الصروح العالية كان الاعتقاد السائد أنها يرفعونها بقدرات غريبة، بس تم اكتشافه مؤخرا أن كانوا يستخدمون الطين فقط والحرارة تماما كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال السر أخفاه الفراعنة، ولكن الله حدثنا عنه لتكون آية تشهد على صدق هذا الكتاب العظيم.